هسألك سؤال لو جاوبت تاخد هدية، تمام؟ من أول نبي قال أما بعد؟ لا مش عارف. تفكر كده. مش عارف بجد. لا. تفكر كده. لا ما اقدرش اجاوب. ليه؟ قول لي طب اسماء. لا اقول لك حاجة على حاجة غلط عشان ما يبقاش حرام عليا. سيدنا نوح؟ لا. سيدنا موسى؟ لا برضه. مش عارف. ممكن يكون النبي سليمان؟ لا. لأنه بعد جواب لبلقيس. لا 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 النبي سليمان. النبي إبراهيم؟ لا. نوح؟ برضه لا. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس لا. لا ما اعرفش. تفكري كده. قولي اسامي انبياء. نوح؟ لا. هود. لما تديني اختيارات اسهل. داود، عيسى، يوسف. داود. خليتك علقت كده على هود فلو. كسبت. معنا وجهي بقى كلمه للناس في رمضان. صوت طيبين، رمضان سعيد. اتفضلي هديتك. شكرا. ماشي سلام.